مس إلهام، بما إنك عندي بستشيرك استشارة. جيني لدلوقتي عشان جايبه لي سوشي، يعني لازم يا إلهام تحوسي. مس إلهام، تخيلي بنتي ماخدة فول مارك في الإنجليش وفي العربي علامة مرة واطية. واطية؟ واضح الموضوع، بنتك خدت في العربي علامة عالية وفي الإنجليش علامة واطية. هل هناك ما يثبت ذلك؟ أيوة. أيوة صحيح، واضح هنا أنه علامتها في الإنجليش سيرتشي أوتي أوف سيرتشي. الله، وريني العربي. سأتحدث معك باللغة العربية سامية وأحمد، دعيني أفحص لك ذلك، تكاد تكون هناك بعض المناقصات الاقتصادية. شبه خالص، يا إلهي ما هذا الذي أراه، إنه يشبهني جدا، إنه ابن الذي لن تلده أختي. ما هذا الهراء الفاشح؟ وانتي فين؟ ما هذا؟ وما هذه الورقة؟ اختبار العربي. يا إلهي إنها ليست شطيرة أبدا في هذه اللغة، ما هذه العلامة الدنيئة الحقيرة؟ يا إلهي هذه كارثة ستؤثر على مجتمع بأكمله، هذه كارثة، هذه ليلتي. إيش أسوي يا مس إلهام؟ اسمها ماذا أفعل؟ لا تخافي يا صغيرتي، لا تخافي لا تخافي، نحن أبطال المطافي. تتوقعي في أمل؟ نعم نعم، هناك بصيص من الأمل، لا تخافي، اذهبي وأنت طليقة الجناحين مفرودة المنكبين، اذهبي. طبعا ما فيش أي رقابة منزلية، أكيد مدخلها انترناشونال سكول عشان الهيئات صح؟ لا طبعا عشان تتعلم إنجليش ولغة القرآن. فاكرة نفسك أنجلينا جولي وجوزك جورج قرداحي وجدتها كريستينا لوراندو؟ ها؟ لكم ما تدخلوهمش انترناشونال سكول، بس خليكم قد المسؤولية، لو مش عارفين تعلموهم عربي في البيت ما تدخلوهمش انترناشونال. يا ستي خديني عندك هنا مثال حي وقدوة عالمية، أهو ستك تتكلم الإنجليزية بكل بلبلة والعربية بكل استحضاح. الإنجليش مهم جدا، لكن علموا أولادكم العربي، لغة القرآن، لغة الرسالة اللي احنا جايين الدنيا عشانها. جت كونيلة ابني حبيبي، ما تخافي، هطلعك من الورقة دي وهعلمك عربي بدل الإنجليش المعفن. إيه الخدود الحلوة دي؟ خدودك جميلة خالص، لازم تتكلم عربي مش بس إنجليش.